طبعا جهاز فني بصراحه مبشر جدا للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. من الجهاز الفني هنروح لاحد اللاعبين ايضا المهمين في النادي الاهلي، وهو علي معلول الظهير الايسر للنادي الاهلي والمنتخب التونسي، واللي يمكن النهارده قال او كتب تويتايه كده على حسابه الخاص على انستغرام للجماهير التونسيه بالتحديد. يمكن علي معلول يعني صادفه سوء حظ كبير جدا في بطوله كاس العالم، بعض الاهداف دخلت في تونس كانت من اخطاء من علي معلول، لكن علي معلول بيقول للجمهور التونسي بشكل عام كده، خليني احكي لكم القصه من غير ما نقرا، ان هو يعني برضه يعتبر لاعب مهم جدا بالنسبه للمنتخب التونسي، وان هو كان متواجد في التشكيله الخاصه بالموسم الماضي بالنسبه للكاف، بالنسبه للاتحاد الافريقي التشكيله الخاصه سواء للمنتخبات او بالنسبه للانديه. علي معلول احد اللاعبين المهمين يا جماعه، برضو لازم الناس تفهم ان لاعب الكره ده بشر، مش لازم هيفضل طول عمره في التوب بتاعه او طول عمره في المستوى الجيد بتاعه، لازم هيجي في دروبات، واي مهنه بشكل عام كده ممكن لاعب يبقى في اعلى مستوياته فتره من الفترات، وارد ان فتره اخرى مستواه ينخفض شويه. علي معلول له قيمه كبيره جدا في افريقيا وفي تونس بالتحديد، وهناك على فكره بيحبوه جدا، احنا رحنا تونس وشفنا علي معلول من المحبوبين جدا عند الجماهير التونسيه، وايضا في مصر هنا لاعب محبوب ومهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فهو يمكن اتكلم شويه مع الجماهير التونسيه وطلب منهم ان هم يعني يغفروا له شويه الاداء السيء ويفتكروا له الاداء الجيد اللي هو كان عامله في بعض المباريات او بعض البطولات الكبيره مع المنتخب التونسي، وايضا مع نادي الصفاقسي قبل الانضمام للنادي الاهلي ايضا كان ادى مباريات قويه واستمر في الاداء الجيد ده مع النادي الاهلي، لاعب مهم واكيد نتمنى له كل التوفيق خلال المرحله المقبله. هو احد اللاعبين اللي هينضم لمعسكر النادي الاهلي ان شاء الله مع اللاعبين الدوليين بمنتخب او اللاعبين الدوليين الخاصين بالنادي الاهلي والمنضمين او اللي كانوا متواجدين مع المنتخب في كاس العالم ان شاء الله هينضم يوم 5/7، يعني هيلحقوا بالمعسكر، هم دلوقتي في اجازه وان شاء الله هيلحقوا بالمعسكر في كرواتيا بالنسبه للنادي الاهلي.